اعتقد انه موجود بقى هيروح فين يعني. طيب ننتقل الى موضوع تاني يهم مش بس الشعب المصري كله، يهم اعتقد مش بس برضو العالم العربي، لا يهم العالم كله. صحة السيد حسني مبارك، احكي لي حضرتك اول ما جالك تكليف من السيد النائب العام. بص هقول لحضرتك حاجة، الموضوع مش حكاية ولا حدوتة، مطلوب حالته الصحية بداية كان يوم 12 و13 ابريل، هل يمكن استجوابه ولا لا؟ انتقلت هناك شرم الشيخ وكان معايا الناس دكاترة. ده النائب العام طبعا مكلف حضرتك تكليف عشان تشوف اذا كان هل يمكن استجوابه. استجوابه لا، حالته الصحية تجمل، الحمد لله احنا شفناه كانت حالته تعبانة فعلا، وأوصيت انه تحط في المستشفى تحت العلاج ويمكن استجوابه تحت العلاج، وربنا وفق اتحط تحت العلاج في المستشفى وتم سؤاله وجه لي الاتهام. من يوم 13 الاربعاء كان يوم 4 لحد يوم 23 يوم السبت ما اعرفش حاجه عنه خالص، لا تقريب توصلني ولا اعرف صحته ولا ايه. يوم 23 انتقلت طبعا، طلبت منهم قلت هاتوا لي بقى التقرير اللي بتقولوا انتوا بتبعتها لي كل يوم دي، اما شفتها وريها لي بقى. تقرير بتقال في مستشفى شرم الشيخ هم بيعملوها له، اه عنده هناك في دكاتره موجودين معاه هناك ودكاتره كفء يعني. فكل التقارير اللي شفتها لقيت ان حالته كانت مستقر، كشفنا عليه حالته كانت مستقر. في 10 ايام فرق ما بين التاريخ الاول اللي حضرتك شفته فيه والتاريخ الثاني يوم 13 ويوم 23، وده اللي ادى حضرتك انطباع انه فاتت الفتره دي ومستقر، حالته مستقر وما فيش مانع انه يستجوب وما فيش مانع انه يتنقل من المستشفى مع توفير رعايه طبيه، حالته مستقره بالعلاج. طب ليه ما اتنقلش؟ ليه ما اتنقلش اذا كان ده مش في ايدي؟ القرار ده مش قراري. بس حضرتك قلت في التقرير برضو انه عنده حاله فيما تخص ارتجاف اذيني، ارتجاف الاذيني. انا عايز اشوف احط في جراف، عايز نشرح لبعض الناس من الامور الطبيه. اعتقد ان هناك حد اخصائي قلب هيكون معانا ان شاء الله، بس عايزين نسمع منه يمكن هو متخصص، لان لما باجي اتكلم دوت يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا، يبقى معايا اساتذه ومعايا اخصائيين في القلب والرعايه. ده القلب علشان بس الناس بس يعرفوا، الناس مش هتفهم حاجه طبعا. معلش معلش انا ده شغلي بقى حضرتك لو سمحت لي، انا انت بتتكلم واخد بستفيد منك. لا لا انا ما بدخلش، انا الناس بس معلش يعني ايه اذين؟ بس القلب فيه اربع غرف، اثنين بطين واثنين اذين. الاذين اللي هو الصغير اللي فوق باللبني شويه ده، في اذين يمين وفي اذين شمال، بس ده اللي انا عايز اشرحه للناس حضرتك، واشكرك انك اديتني الفرصه. بيحصل فيه ارتجاف، هنجيب يعني جراح قلب مصري كبير يشرح لنا ايه اللي بيحصل بالظبط. لكن على اي الاحوال فيما يخص الدكتور السباعي، حضرتك ذكرت في التقرير الرسمي انه تخشى عليه من الارتجاف الاذيني، انه يلعبك الامور فيقف قلبه يقف وهم بينقلوه فيحصل حاجه مش مظبوطه. طيب احنا دلوقتي معانا الاستاذ الدكتور عادل الاتريبي، استاذ امراض القلب في كليه طب عين شمس. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. يعني ايه ارتجاف اذيني؟ هو الارتجاف الاذيني ده لفظ بيطلق على ارتعاش الاذين، يعني عدم قدره الاذين على الانقباض او فقدانه صفه الانقباض. ولازم ينقبض علشان ايه؟ هو الاذين مسؤول عن حوالي 20% من ضخ الدم للجسم. وبالتالي لما يحصل ارتعاش بيبقى فيه عدم او فقدان ل 20% من كميه الدم اللي بتتدفق للقلب وبتخرج للجسم. جميل جدا. اللي انا افهمه من خلال شويه البحث اللي عملتهم انه مهمه الاذين الايسر غير مهمه الاذين الايمن. الاذين الايسر بيمرر الدم اللي فيه اكسجين، والاذين الايمن بيمرر الدم اللي ما فيهوش اكسجين. بالظبط. مظبوط؟ بالظبط. طيب جميل، خليك حضرتك معايا على التليفون لحظه. الارتجاف الاذيني اللي عند السيد حسني مبارك يخص اي اذين بالظبط يا دكتور؟ انا ما عنديش فكره، ده حسب التقرير المكتوب اللجنه اللي عنده هناك، واعتقد انهم قالوا ان الاذين الايمن.
مش حضرتك بتقول قريت التقارير اللي عاملينها الاطباء؟ مكتوبه فيها ده كان بيني شفاهات بيني وبينهم. طب وازاي حضرتك تسمح لنفسك انك توقع على تقرير؟ انت دخلت دلوقتي في سكه دخلت سكه علميه غير مسموح ان ممكن اعلق حضرتك؟ اتفضل دكتور عادل بيه. هو طبعا يعني الارتجاف الاذيني بيشمل الاذينين، مفيش ارتجاف للاذين الايمن بدون الايسر والايسر بدون الايمن. كان شخصوها الدكتور محمد هناك يا باشا. لكن على اي الاحوال انا كان يهمني اعرف كويس، لان يهمني اعرف درجه اطلاع الدكتور السباعي على ما اتيح لك من تقارير، انه بناء عليه حضرتك لانه هيعتد بتقرير حضرتك نيابيا. وده له انعكاسات. بس ده هقول لك على حاجه، التقرير دي حتى لما انتقلت لم اكن لوحدي، ان كان معايا اساتذه بتوع رعايه مركزه وبتوع تقدير وبتوع قلب كانوا موجودين. جميل. دي لجنه. جميل. بس حضرتك كبيرهم. اللجنه مش هتكلم من بره، انا بلاقي شكل اللجنه، رئيس هذه اللجنه واخد راي الناس دي. يعني اتقال في الاخر اختصاص تقرير الدكتور السباعي كبير الاطباء، كل الهيد لاينز كبير الاطباء طبيب الشرعي لان دوت بيبقى واخد لجنه وهو رئيس اللجنه وهو مسؤول عن اللجنه وله ان يستشير من يراه. طيب حتى قرار النائب العام. الحاله دي موجوده عند الرئيس السابق من امتى؟ حسب معلوماتي اظن اتقال لي من حوالي 5 سنين او 6 سنين. يعني في اثنائها امتى انا مش متحدده بالظبط. جميل. لكن احنا المقابله يوم اول من يوم شفناه. طيب يعني بنتكلم عن سنوات. الصعيد بتوعه كانوا قالوا ان عنده الاي اف دي او الارتجاف ده. جميل. احنا بنتكلم عن سنوات. في خلال السنوات دي الرئيس مبارك يعني بقدره قادر راح مش بس يعني من شرم الشيخ الى القاهره، لا من شرم الشيخ أو برضو عشان الى المانيا عشان نتكلم. لا عشان نتكلم الى المانيا بس دي واحده بس. الكلام ده وما كانش فيه اي تاثير وما فيش مشكله بس الكلام دوت كلام سامعينه من اطباء هناك. طيب دكتور اتربي عايز اسال حضرتك، اذا كان الحاله دي موجوده عند شخص ما، ما مدى تاثير انه ينتقل على انه تتفاقم؟ هو حضرتك الارتجاف الاوزيني له اسباب قد يكون بدون سبب نهائي، وده في حوالي 70% من اللي عندهم المرض ده، وقد يكون لأسباب مرضية أخرى هي اللي قد تؤثر على حالته الصحية، زي مثلا قصور في شرايين التاجية، زي ضعف في عضلة القلب، ارتفاع في ضغط الدم. في أسباب كتيرة للارتجاف هي اللي بتحدد خطورة الحالة، مش الارتجاف نفسه. الارتجاف نفسه موجود في حوالي 5% من اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، ما عندهمش أي مشكلة، متعايشين معاه. وفي جدل حتى إذا كنا نعالج الارتجاف ده ونرجعه لطبيعته او نظبط النبض، بس يعني الارتجاف في حد ذاته مش مشكله للمريض، لا يسبب مشكله، لكن المشكله بتنتج لو حصل الارتجاف ده نتيجه لمرض اخر في القلب، زي مثلا قصور في الشرايين، ضعف في عضله القلب، او تمدد في القلب، حاجات كده. طيب لحظه خليك معايا يا دكتور لو سمحت. دكتور سباعي انا هسعز الدكتور عادل. طب نسبه حدوثها في واحد عنده 83 سنه دكتور طبعا عادل؟ نسبة حدوثة مرتفعة كل ما بيزداد السن. طيب وانا من دوري اسال دكتور اتربي، ازاي تفسر مسألة انه يعني نقل يعني كل المسافة دي من مصر الى المانيا وما حصلش حاجة؟ لا هو زي ما بقول لحضرتك الارتجاف الاوزيني عمره ما كان مشكلة، يعني عمره ما كان مشكلة مرضية تستدعي البقاء في المستشفى، عمره ما كان كده. لكن زي ما بقول لحضرتك انا ما عنديش فكرة عن الحالة العامة بتاعت المريض. طيب وبالتالي لو الحاله العامه ساعات الارتجاف ده تزداد سرعه النبضات لاسباب خارجيه، انفعالات شديده، ارتفاع في الحراره، ساعتها ارتفاع النبض في الارتجاف الاوزيني قد يؤدي لهبوط في الضغط في بعض الحالات، قد يؤدي الى جلطات في المخ، قد يؤدي بس الى الدكتور السباعي دكتور اتربي الدكتور السباعي بيشهد انه حالته كانت مستقره. انا قريت في الجورنال الحقيقه انه وظائف القلب 73%. ونحن نصر من يا دكتور 73% ده يعني قلب سليم تماما، لأن لا يا أستاذ ساعتك هذا الكلام لم يصدر مني وما شفتوش حتى في ورق هناك في المستشفى. هناخد النقطة دي في الاعتبار، لم يصدر من الدكتور السباعي، لكن الدكتور السباعي قال أن حالة السيد حسني مبارك مستقرة بالعلاج. ايه رأي حضرتك؟ طبعا العلاج ممكن يخلي هل ممكن نقله ألمانيا وهو عنده ارتجاف اوزيني وبيعالجوه؟ ما اتنقل المانيا قبل كده، صورته قدامنا، صورته قدامنا في المانيا، وكان ممكن كان ياخد علاج. انا الحقيقه ما اعرفش. طيب ممكن إيه المشكله؟ لا انا اعرف ولا الدكتور عادل بيعرف. طيب
كانت حالته يسعد ما تنقل. دكتور اتربي، هل حضرتك معرفتي انا انه الامكانيات اللي موجوده في المستشفى العسكري اللي موجود على الطريق الصحراوي ما بين القاهره والاسماعيليه اعلى بكتير من الامكانيات اللي موجوده في مستشفى شرم الشيخ؟ هل حضرتك عندك معلومات خاصه بها؟ لا عندي معلومات طبعا. المستشفى العالمي اللي في الطريق الاسماعيليه مركز الطب العالمي، مركز الطب العالمي متميز، يعني ما فيش حاجه انه هيسيب شرم الشيخ يا عيني اللي فيها الـ يعني السبورت. لا لا، مستشفى متميز وفيه امكانيات قويه جدا. طيب احنا بنتكلم بس على المسافه اللي هي بالطياره بتاع ساعه لربع من شرم الشيخ الى المكان ده. ايوه، هل ممكن توفير من الامكانيات الطبيه؟ لو الدكتور سباعي اذن لي يقول لي بس حاله عضله القلب، انا ما عنديش اي فكره. وهل في قصور في الشرايين التاجيه او لا؟ لان الحاجات دي بتؤثر على الحالة الصحية، لأن ممكن الحالة النفسية لو سيئة وتعلي على ضربات القلب ممكن تأثر لو في قصور في الشرايين، لو في ضعف في عضلة القلب. أنا الحقيقة ما عنديش فكرة وضع القلب إيه، لأن الارتجاف الأذيني في حد ذاته لا يسبب زي ما بقول حضرتك أي مشكلة في نقله في أي حتة في العالم، في أي طيارة مفيش أي مشكلة. ده الارتجاف الأذيني موجود في 5% من الناس.